هلا وغلا بطق متابعي بالعالم. اليوم تم تدشين هونداي زيرا بشكل جديد كليا وين بدبي، وجتنا دعوة من مكتب الشرق الأوسط وهونداي السعودية علشان نصور لكم هونداي زيرا بشكل جديد، وجربنا لكم تجربة سريعة وعلى الطاير. تعالوا مع بعض خلونا نشوف هونداي زيرا بشكل جديد. تبحث عن سيارات للبيع؟ حراج أكبر منصة بيع وشراء للجديد والمستعمل. وهذه هونداي زيرا الشكل الجديد. طبعا هذا اللي معنا مو الفل، بصور لكم الفل الحين، بروح له بعد شوي. طبعا صارت اطول وصارت اعرض عن الموديل اللي قبل، اطول ب 45 ملي وقاعده العجلات ب 10 ملي. اول ما تشوف الموتر بتلاحظ انه في طول واضح، مع انه 45 ملي لكن في وضوح انه الموتر صار اطول واكبر واعرض. تغير جذري كبير وتعتبر الجيل السابع. بالنسبة للمحركات راح ينزل عندنا محرك 6 سلندر 3.5 300 حصان والعزم 359 نيوتن. في عدد محركات تنزل بالسوق الكوري ما لنا علاقة به. المحرك الأربع سلندر التنفس الطبيعي، هل هذا ممكن ينزل ولا لا؟ في محرك 1600 وفي محرك 2005 اللي هو الأربع سلندر 198 حصان. خلونا نركز على 6 سلندر، لانه الموتر تو جديد ولا ندري وش الفئات اللي راح تنزل، وكل الاشياء هذه بنعلمكم ان شاء الله بالايام الجايه وحتى الاسعار. اول ما توصلنا لحد الان ما اعطونا سعر، اول ما توصلنا راح احط لكم بالوصف، لكن عطني رايك بالشكل الخارجي. الوجه الامامي ذكرني بهونداي ستاريا، تذكرونه؟ اكثر سيارات هونداي قامت تتجه للشكل الامامي، الوجه هذا بشكل عام. انا ما ودي اركز كثير على هذه لانه الاضاءه ما هي واضحه زين. خلونا اول شيء اوريكم بس عشان نصفل، شوف الجنط هذا جاي مقاس 19، الجهه الجانبيه مقابض الابواب زي مقابض الرنج روفر الافك وباقي الفئات، يدخل ويطلع هذا اللون الابيض. اللون الداخليه صراحه اكثر الجنط، ما ادري ليش يا صديق الكوري، يعني موتر جديد وجيل جديد ودك جنط اجمل من كذا، يصير عصري ورياضي اكثر. مقابض الابواب هذه تدخل وتطلع، هنا ما في ستارة جانبية، في تحكم بسيط بالخلفي، وهنا مخارج المكيف مع تايب سي. لون المراتب صراحة تحفة، سك بانوراما، هذه بدون ستارة جانبية. الحلو بموضوع انهم حاطين ستارة كهرب. شوفوا هذه الداخلية، النص فل، بعدين ان شاء الله نفصل لكم. شوفوا تختلف هنا ازرار الفل، راح تكون شاشة كاملة. نوريكم مفتاح، نضغط ستارت، شوفوا هذا الشكل الداخلي. اودي اركز على الفول بدون فريم، قالوا ان العزل صار افضل من الموديل اللي قبل. هذه الاضاءات، انا اتمنى انه في طريقة تقدر تسكر النور هذا، الاضاءة اللي على الكبوت. شوف هذه الاضاءات جاية مدمجة بالشبك. لاسك المخزن تلقاه في حراج. شوف الصب الخلفي جاي ناعم ناعم، حساسات خلفية يعني ما في تفاصيل كثيرة، ما في خطوط حادة، كله ناعم ناعم. تدرون وش ذكرن بالكابس والصابونة، هو يعني خطوطه كلها جاية ناعمة، هم بشكل كلاسيك يعني بشكل. وهذه فئة الفل ما شاء الله تبارك الله، وتلاحظون الشبك يختلف، اللون الشبك يختلف، هنا طالع نحاسي، هذاك لا، هذا طالع نحاسي، يعني في تغيرات كثيرة تفرق بالشكل الخارجي. شوفوا الجنط هنا بقى 19 وذاك 19. شوفوا الإضاءة الترحيبية، مفتاح في تشغيل عن بعد. ايوه يا عيني إضاءة تسلسلية، سواء بالأمامية ولا بالخلفية. شوف الإضاءات هنا عندنا الواجهة الأمامية مثل ما قلت لكم، شوفوا الشبك في اختلاف لمعة، حتى الإضاءة حتى شكل الشبك قصة نفسه، بس الفتحات تختلف واللون اللي جاي لون نحاسي. مثل ما قلت لكم صارت أطول وأحرض، الطول واضح، الموتر طويل يعني صار أكبر موتر من منافسينه، أطول من الافالون والفورت شو اسمه والت تورس. كنت ارجع ورا عشان تشوفون الانسيابيه اللي صارت، اللي قلت لكم هذه طبعا سقف بانوراما، الانسيابيه ابد صارت، تذكرت يعني ما في خطوط حاده، اغلب سيارات هونداي فيها خطوط حاده، هذه لا. شو استوبات يا عيني
إضاءة زي تسلسلية مو OLED. خلوريكم الشنطة، المفروض الشنطة هذا هو فيها تقديم وترجيح حركات، والله شغل. نفتح الشنطة، شنطة كهرب، المفروض أنها تصير واسعة، هي فعلا واسعة والله، ديرة ما شاء الله تبارك الله. سبير مؤقت، المفروض أنه ما يصير مؤقت صراحة. سيك بنوراما قلنا لكم، المقابض تفتح تسكر نفس طريقة الفيلر والرنج روفر. هذا الشكل الخلفي، عندك زر التحكم اللي هنا. الحلو بالموضوع ستار طبعا مسكر، انا هذا التسخين والتبريد جايب الابواب. وهنا خلنا نفتح سويتش القزاز هنا اللي ورا غريبه، مو مدبل، اللي قدام مدبل بس انه جاي عريض شوي وبدون فريم. العز راح تبين معنا ان شاء الله بالخط. نفتح لك، خلنا نرفع لك ستاره. حلوه ستاره كهرباء، حلوه. خلنا نركب نكمل. شوف الجنط رايق، هذا رايق، اجمل اجمل اجمل. ركبت ورا انا، الباب حجمه في وسع، في وسع الباب مزبوط. بس الشيء اللي لاحظته ان السقف راسي يدق بالسقف، يعني كاطوال بيحس انه السقف نازل. الاضاءات المحيطيه شوف وين جاي. التحكم الخلفي تقدر تتحكم وتشوفه بالمراتب، بالراديو، معليش، تتحكم بالمراتب، ترجع وتقدم. هذه نفس اللي انت جالس عليه تقدر تقدم وترجع. شوف هذه شيء، ها يا عيني، تقدر تستحى شوي. لا 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 والله اقول شغل. وهنا تكيل بالنص، زين، مساحة تخزين، فتحات التكييف. تصدقون على فخام من اكثر شاشات. الحين نجي نروح جهة سواكي. شوف ترفع المسند بالشكل هذا. والله شيء. عندك سيارة للبيع جديدة او مستعملة؟ صورها واعرضها لملايين الزوار في حراج. هنا نجي جهة السواق، شوفوا ما في فريم، ذاكرة تخزين مراتب، اللون البني. هنا عندك زر تحكم بالنوافذ، كرسي كار. شوف 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 قصة المراتب تختلف، دلع دلع دلع. الموتر فيه تغير كبير صراحة، حتى اللون الداخلية هذا البني الغامق، مو غامق، جاي وسط. الشاشات كل شاشة جاية بحجم كم؟ 12 انش فاصلة 3 كل واحدة من السيارات. شغلهم كيف. شوفوا هنا الشاشة جاي هنا بحجم 10 انش، اقسم بالله يعني طبخت. نسكر الباب، يا عين على قصة الباب، عجيبة يعني، حتى المثلث جاي حجمه صغير شلون ما ادري. بالعادة اللي بدون فريم يكون عزل وسط، بس هذه ما ندري شو وضعه. يبينا ان شاء الله نمسك بخط الحائل ونشوف شو وضعه. نسكر الباب والنوافذ، نستعرض لكم هالحلوة. هنا ازرار فتح الشنطة، ازرار كهرباء تو هولد، هنا الرادار، هنا تقدر تغير بالقائمة بالشكل هذا، غير اللغة العربية اول شيء. نجي هنا، هنا بدي اضرب لهم كيف بارد والله. طبعا شوفوا قصة الديكور جاية بين تقدر تقول كلاسيك وما بين انه عصري، يعني الدركسون هذا جاي كلاسيك يعني. بس شوفوا استغربت انا الاضاءة هنا، في اضاءة. قلنا لكم هنا تقدر تتحكم، يعني انا لاحظت صراحة الالوان تحسها فاتحة شوي بزيادة، فما ادري انا ليش يعني بوصلة. ودك محدثين النظام، مع انه يعتبر نظام جديد بس ودي لو محدث صراحة، يبين لك الشكل اكثر، الالوان اكثر، يعني بعض الاشياء. القائمة هذه نفس قائمة سيارات هونداي المعروفة وغيرها.
وضعية القيادة وين؟ هنا هذا تشوفونه درايف مود. قصر لك من الغراءة كأن ألوان خشبية. تذكرون ألوان خشبية؟ طبعا إذا أنت غيرت وضعية القيادة بيطلع لك من هنا بعد. شوف سبورت ماي درايف وإيكو. طيب نجي الحين هذه زرار تحكم وين بالشاشة اللي هنا. الشفتر موجود هنا، الدركسون باللون البني، ستارت هذا هو هنا، الجير جاي علاق إذا أنت بتضغط شلون تعشق هنا هذا الآر زين، وعندك يا طول العمر الدي كذا عكس كذا كذا. شوف أحب الدي. البي تضغط بي هنا، تضغط بالشكل هذا من هنا زر. الصفحة الرئيسية القائمة اللي هنا هذا الديكور، شوفوا هنا هنا جاي كأنه رف، شوفوا كأنه رف. أشغل الإضاءة، لمس الإضاءة الإي دي، ما في بيت نظارة بس روعة الإضاءة روعة. باقي تفاصيل إن شاء الله ما خلوه، إن شاء الله مسكناها بخط الحايل إذا جت في السعودية إن شاء الله نفصل لكم. أهم شيء بس نوريكم الكاميرا، الكاميرا 360 جاي بالشكل هذا. هذه الأمامية أكثر من عدسة ناحية الورا. هذه الأمامية هنا في إشارة بعد كاميرا نفس طريقة اللي قبل. فتحت التكييف لو تلاحظ إذا بتسكر كذا تروح يمين يسار وتسكر. أزرار هذه تحكم بالشاشة. عندك يا طول عمر الشاشة هذه اللي جاية حجمها 10 إنش حلو شكله. مخارج اليو اس بي التايب سي يا حيني. هذه الإضاءة بتأكد لك يوم السلفتة. بالصراحة لون التخشيب هنا تحفة، وهنا مساحة تخزين، وهنا الشحن وايرلس، وهذا حق حامل الكوب. تسكره بالشكل هذا. تكايل بالنص هذه 12 فولت شغل عدل، بس اللون البني مع الابيض طالع تحفة. شوف حتى خطوط شلون جاية. هنا عندنا الدرج والله شغل عدل. هنا باقي بلاستيك ترى. شوف شو مكتوب بوري. دق إشارة. شوف الإشارة جاية مع نفس اللد. شوف الإشارة وين تحت. الله عجيبة صراحة. ما أدري أنا الموتر هذا أنت ما إيش رأيكم؟ أعطونا رأيكم بالله. أوريكم كبوت ماكينة قصدي. بنطلع تجربة سريعة. طبعا هذه لا تعتبرونها تجربة، هذه تمشية حال لأنها تجربة سريعة وقريبة. إن شاء الله إذا جت السعودية روح علي خط زي كل مرة. أوه نورد جري هذا عيني. طبعا فيه الفل وفيه نصف فل. هذه باقي الأشياء التفاصيل هذه بعدين تفهم. طبعا خذيت أنا على مزيوني إن شاء الله تبارك الله. شوف شوف قعد أسود مطفي شلون عيني. انا خذيتها والله يا حر، والله يا حر يا ربك ترحمنا برحمتك. الحين بنجرب السياره ما شاء الله يا عيني يا عيني. نقول بسم الله على بركه الله. تجربه سريعه وعلى الطاير وعينك على الجير. فرار كذا جاي بطريقه جديده وغريبه صراحه. نقول بسم الله على بركه الله. يا الله انت سبحان. طبعا مثل ما قلت لكم ترى تجربة على الطاير، يعني اللي علي العلم تجربة مسكناها بخط الحائل.
بس اول شيء راح تستشعره الوسع، الوسع والرحابة ما شاء الله تبارك الله. اللون هذا التان صراحة جاز لي انه غامق شوي، يعني مو فاتح مرة، هذا اللون جاي هلوس. كثير منكم اكثر شيء وبندر دركسون دركسون، هو صح والله، بس صور اقسم بالله انا يعني من جنبه شوية خفيف، بس على الطبيعة اتوقع مع الوقت ممكن رح نتعود عليه. صديق الكوري ما ادري ليش حط نفس الدركسون القديمة اللي قبل، يعني انا متأكد انه في اشكال اجمل من كذا، اجمل من كذا مليون مرة، بس عاد شو نسوي. شوف ستيكر شيء درايف مود، وهي القيادة جاية هنا، يعني جاي اشياء غريبة. الكاميرا موجودة نفسها، أنا أتوقع درجة الإضاءة بالليل بتكون أجمل. صوتك زوز هاي سهلة. وين طبعا في قيادة شبه ذاتية، نشوف القيادة شبه ذاتية، الرادار مثبت، نشوف هل يتلف ولا لا، المعطفات ان شاء الله. ترى المعلومية الصانع الكوري شو يقول، امسك دركسون، يقول امسك دركسون. ألاحظ السيارات الكورية بشكل عام حتى الموديل اللي قبل في دقة بالقراءة، قراءة المسار والثبات. بعض الشركات إذا جاء منعطف قوي يفصل، هذا لا، السيارة الكورية مبدئيا مطباتها مريحة براحة صراحة. أما اللون الجديد هذا نارد جري، نارد جري غامق يا ولد. التعليق ما شاء الله، تقول هيدروليك ها. شوف شوف نخلص طبعا السرعة شوي، الله كأنه هيدروليك. آه سهل صديق الكوري، الله يسامحك لو أنت مغيره، بس هدركسو تعني أحسن له. ذكرا بشخصية كرتونية، أفلام كرتون تذكرونه، شباب وقت صغار الحرب. أنت؟ فت؟ يا أمك أقرب لكم تحت ربيض، هي نفس المكينة بس استغربت من الصوت. يا ولد فيه صوت كزوت روزان، بس خلصنا غالين. على وعد ان شاء الله اذا جيت السعوديه باذن الله، بالنسبه للاسعار والفئات اول ما توصلنا راح نحط لكم تحت بالوصف. فمان الله وبحفظ الكريم.